اول تجربة متاعك في الحبس كيفاش كانت؟ والله اول تجربتي كانت كما صغار الطايشة الكل، بطلت من القراية، تعلمت شوية هملة شوية فساد، تعلمت الدخان بشوية بشوية، لين الشارع شنو يعلم؟ يعلم الفساد. تعلمت الدخان، تعلمت الشراب، تعلمت الدواء، تعلمت كل شيء. كانت أول مرة دخلت فيها الحبس عركة في حومة، وعديت شهرين حبس، عاود خرجت وما عديتش مدة كبيرة لبرا، وعاود رجعت عاود عديت 6 شهور، عاود خرجت مرة أخرى كمان 6 شهور هذوكم، عاود عديت عام. فهمني كلهم الأكثرية شربوا عرك و شنو آخر؟ مش شربوا عرك بركة شكير، ما يسالش احكي. لا والله شربوا عرك، هو الحاجة الوحيدة اللي عمري ما عملتها في حياتي، عمري ما سرقت. سرقة؟ لا عمري ما سرقت وعمري ما تعديت. أخطر جريمة تعديت عليها قديش أكبر حكم؟ 7 سنين. علاش ليه 7 سنين؟ مخدرات. فيش تحتها ربي المخدرات؟ باش الشباب اللي يتفرج فينا يفهم باش ما يجرالوش اللي جرالك أنت. والله تحت كيما ايش تحت كيما تيح العباد اللي في عايشين في غيبوبه. اي انت تكيفت وروجت؟ تكيفت وروجت، غرتني الفلوس وتبعت الثنيه هذيك في بالي، معناها باش الثنيه هذيك باش تسلك اموري وباش نعمل فلوس وباش. اي ما عملت فلوس قالوا لي. لا ما عملتش فلوس. يعني المخدرات ما عملت لك شيء؟ لا ما عملتش فلوس. اللي باش يجيبهم في الليل يجيبهم في النهار يهزم الليل. صارت لي برشا حاجات. اكثر حاجه صارت لي وانا في الحبس، توفى بابا وانا ما خلطتش عليه وما خرجونيش وما حبوش يخرجوني. روحت من الحبس في بالي باش تتحل الدنيا معايا. 2009 2010 عرست، 2011 مرضت اختي الاولانيه اللي توفيت عمرها 30 سنه، مرضت بالمرض الخايب كونسير شيك. بقيت نعاني فيها بكوني انا الولد الوحيد في دارنا، بقيت انا نعاني فيها عام ونص لين توفيت. بعد 8 شهور مرضت اختي الاخرى اللي هي ام الاولاد اللي هم معايا في الدار يعيشوا معايا. معناها اختك الثانيه؟ اختي الثانيه هي عمرها 34 سنه، مرضت بنفس المرض. وبقيت نعاني فيها، بقات عام وشهر غدا في السبيطار وانا نعاني فيها وحدي بسيفتي. انا نعيش وحدي، معناها ما عنديش اخوات ولاد اخرين، فهمتني؟ هكا وتوفيت. اختك معرسه ثانيه؟ معرسه وعندها زوج اولاد وبنيه. البنيه عرست والاولاد مازالوا يقراوا تو، مازالوا يعيشوا معايا وعندهم الاولاد اختي. معناها اختي كانت ماخذه زوز رجال، وكل ولد من واحد من بو، وحتى واحد ما يجي وحتى واحد ما يسأل عليهم. من توفيت اختي 2015 لحد هذه الساعه. اولاد اختك عندك انت؟ اولاد اختي يعيشوا معايا انا، نمشي لهم ويسكروا الباب. ايش معناتها يسكروا الباب؟ يعني يسكروا الباب، معناها عباره كانوا ما عندوش ولد، عباره كانوا ماهوش ولدوا، عباره كانوا ما جابوش. بقات المسؤوليه في راسي انا، انا طلقت مرتي على خاطر الاولاد. ما قبلتش. وانت ما حبيتش تسلم في ولاد اختك؟ ولاد اختي ما جيتش تسلم فيهم، هما ما عندهم حد، ما عندهم، لا عندهم عم ولا عندهم خال، اصل جدهم وما يعرفوش. توا عباره ولادك يعيشوا عادي؟ ولادي يعيشوا عندي، ما نجمش انا واحد من الناس ما نجمش نفرط فيها، وهما يقراوا الزوز وناجحين. وانت ما عندكش اولاد من مرتك اللي طلقت؟ ما عنديش اولاد. بعد ما طلقت ب6 شهور مرضت امي بنفس المرض. نفس المرض. بقيت نعاني فيها عام. تقوليش توفيت امي 2018. كيفاش تعيش توا احكي؟ والله نعيش في ظروف قاسيه على الاخر، يعلم ربي. معناها فما ناس تعاوني، عندي ما نسميهم مدام ليلى ومدام سعيده، وعندي اولاد حونتي، عندي فما ناس تعاوني، مثلا يجيبوا ناس نتاع مكتب، يجيبوا ناس نتاع عيد يعاونون. اما الى متى العباد باش تعاون؟ يمد لك 5000 ويمد لك 10000 وعاش ما تعدي لك ساعه، ما تصرفكش، ما توكلش حتى الخبز. اكثر تو في الدنيا كيفاش العيشه كيفاش وليت. ما قدمتش طلب في العمل في شغل في حاجه؟ قدمت طلب
نمشي للولاية وجريت على رخصة الدخان، ما حبوش يعطيني رخصة الدخان. رخصة الدخان يعطوها اللي الناس ما تستاهلش، الناس بصحتها. أنا مريض، عمل جلطة مرتين، جلطة رؤية في المخ، وبعد بشهرين عمل جلطة في القلب ومركب فالف. يعني أنا توا اللي نتحرك، كنت ما نتحركش، كنت ساقي جنبي اليمين هذايا كنت نمشي بيه بالسيف. ما عندكش الباند هذيك الشهرين؟ الباند هذيك توا عندي 8 شهور من اللي خديتها، 200 دينار. تاخذ في ال 200 دينار؟ 200 دينار، 200 دينار باللي شنو باش تعيش؟ باش تعيش مكتب، باش تعيش ماكله، باش تعيش أنا عندي توا الضو نتاعي، ورقة الضو عندي لهنا فيها 918,000 مخصوص عليا الضو. يعني ثلاثة من الناس نعيشوا على الظلمة. والله بصدق وربي يعلم نعيشوا على الظلمة. أكثر حاجة ندمت عليها كي رجعت للحبس، مش كي دخلت للحبس. المرة الثانية؟ المرة الثانية والثالثة، خاصة الرابطية الكبيرة. 7 سنين هذيك حتمت لي حياتي كله، حتى كي بعد ما روحت من الحبس ماشي في بالي الدنيا باش تزع معايا باش نتفرهد شوية، وخلطت على أمي حية وأخواتي بحذايا. لكن هذاك وقدر الله وما شاء فعل. بقات أختي الكبيرة هي اللي بقات، هي الوحيدة اللي بقات، هي اللي قعدت لك أخت كل واحد، هي الوحيدة اللي بقات. هذاك أي نهار عديته في الحبس ندمت. شو تقول لهم أنت الشبيبة؟ ما عندك ما تربح، طريق مسدود، ما عندك ما تربح. الناس تاخذ شهرة في خدمة، تاخذ شهرة في كورة، تاخذ شهرة في السجن، ما عندك حتى مربوح. تخسر عائلتك، تخسر صحتك، تخسر الدنيا كل، حياتك كل تخسرها. كيفاش ترى مستقبلك شكية؟ ما عنديش مستقبل، ما خممش، ما عادش عندي حتى طموح في الحياة، ما عادش عندي حتى طموح باش نعيش كان على خطر الأولاد. باش تعاود تعار؟ لا، نلبس ما نلبسش، ناكل ما ناكلش، أنا مش مشكلة. ما هم المشكلتي فيهم هم، أنا كراهم ناقصين حاجة قدام الصغار، كل قلبي يشاني أولاد أختي يكبروا هم ويقراوا هم وينشحوا هم ويعرسوا هم، أنا لا، أنا ما عادش. يعني أنت تحب تنقذهم هم حتى على حسابك؟ هم ننقذهم على خطر ما عندهم حد، بصدق ما عنده حد، الناس كل تعرفه. تحبهم؟ حبهم أكثر من نحب روحي. اللي عجبني فيك كنت تحكي وعينيك حزينة، كي جبت لك على أولاد أختك أولاد عينيك فرحت. هذوكم فرحتي بالدنيا، هذوكم فرحتي، هذوكم هم الأمل اللي عايش عليه أنا. كما جاوش هم ما نعيش معايا، ما نبقاش في تونس، ما نبقاش. أنا كنت عامل ليبري انترناسيونال في البحر، 12 سنة نخدم في البحر، وكنت نجم نحرق وكنت نجم نخرج في أي لحظة. لكن اللي ما نجمش، أنا ما نجمش نبعد حتى على الدار، حتى على الحوم، على خاطرهم هم. اللي في قلبي أنا شاكير، أنا راني مشني شاكير متاع قبل، والناس تعرف أنا شاكير متاع توا. أنا تبدلت حياتي كلها، تبدلت حتى تول تقصده في خدمة صحيح يحب يعاونك، لكن ديما عنده في مخه النظرية متاع إنه شاكير متاع قبل. أنا منيش متاع قبل، أنا متاع توا، أنا متاع الحاضر، متاع الماضي مشي على روح. أنا الأمل متاعي الوحيد تو في اللحظة هذه أني نخدم، وانا مانيش قادر باش نخدم حاجه رزينه، ما نجمش. ان الحاجه الخدمه الوحيده ممكن تساعدني اني نخدم عصر، ما عادش نجم نخدم حاجه رزينه، ما عادش نمشي تراجي طويله. شكون توحشت؟ توحشت امي. السجن شنو علمني؟ الصبر. فما اصدقاء عاونوك تحب تشكر؟ برشا عاونوك. الدنيا كيفاش تنظر لها شكل؟ الحياه نخزر لها فارغه، الدنيا فارغه، ما فيهاش حتى شيء. زال عندك امل؟ أمل متاعي بالأولاد، أمل متاعي ما عادش عندي أمل باش نكون وباش نخدم وباش نعمل حاجة كبيرة وباش نعرس، لا، الأمل متاعي هما الأولاد.